觉了，累。يوسف النهاردة هيعمل بيضة، بيضة مفرودة من الأصلية. يوسف أخوي، بيضة من الأصلية اللي بتبقى مفرودة. بس عك وحش، كده عك يا يوسف. ثلاث نقط زيت، وبعدها نحطها على النار ونحط نقطتين زيت كمان. ما نشوف الشيف الشابين هيعمل لنا ايه، الشيف يوسف هيعمل لنا ايه. دوم بوتجاز من الأصل، بوتجاز طباخة، طباخة أنا كلام مش مصدقين. كفاية زيت، حضرتك كتير. كفاية. أنا عملت كده البيت. ما كانت فيها زيت كتير امبارح. النار عالية عليها. طيب. انا عاوزة انا كمان عاوزة. ها؟ انا كمان عاوزة. المفروض بنت هتعمل ايه ولا هسيبها تتحرق؟ هعذبها بس. بهذا اللي بتجوز ازاي؟ دي خلق ده هتعجبها. شايفين عامل ايه؟ هتقلبها ازاي؟ شيل البتاع الفوطه من ال اشمعنى امبارح كانت حلوه؟ عارف كده خلاص بقى خلصت؟ هو اه بس يلا كوبايه قهوه. الشكل النهائي.